مين اللي قالك الكلام ده وجابك على ملا وشك كده يا خالي؟ رمز اللي قال الله يكرمه. الله يكحم امه. يعني رمز هو اللي خايف على مصلحتي؟ رمز مش موضوعنا يا وطني. امال ايه موضوعنا يا سليم بيه؟ كل الجهات المسؤوله في الدوله قلقانه جدا من الاخبار المتداوله عن تنصيرك. ده حتى وصلت ان في دول شقيقه قبلت انزعاجها. والفرض ده صحيح. ايه اللي يضر الاسلام خروج واحد وهم 2 مليار؟ وايه اللي ينضاف للمسيحيه دخول واحد وهم اكتر من 2.5 مليار؟ ما تلفش وتدور عليا. ابونا كمان لما رحت له اكد لي الكلام. انت اسلمت ولا لا؟ انا ما قلتش اني اسلمت، بس بجد انتوا مالكم لو عملت كده؟ دي حريتي الشخصيه. عايز تفضحنا وتجرسنا قدام البلد كلها؟ انت عايز ما ندخلهاش تاني؟ يعني بلدي مش هتعرفني لو غيرت ديني؟ بلدنا بتشيل اي حد فوق اكتافها لو معاه قرش. الا في دي يا وطني. في بلدنا دي في حاجتين اوعى تقرب منهم او تحاول تغيرهم: الدين ونظام الحكم. على مدار 7000 سنه دول راحت ودول جت، ومصر ما غيرتش دينها غير مرتين، ونظام حكمها تقريبا برضو مرتين. مصر غيرت نظام حكمها كتير لكن عمرها ما غيرت دينها، لان دينها طول عمره المحبه والطيبه والعطف حتى لو اتغير اسمه. انت في حته تانية خالص. بص حواليك يا ادهم بيه، الدنيا بتقوم والسلاح بترفع والحكومه بتتحرك والاعلام بيسيب كل اللي في ايده وركز مع بنت تعبانه راحت اسلمت عشان تتجوز اللي بتحبه. عايز تنصير اكبر رجل اعمال في مصر يعدي كده؟ الدنيا مقلوبه، انت فاكر حكايه تعدي بالسهل؟ دي فيها قطع رقاب يا ولد اختي. ومش خايف لان نرجس تزعل منك؟ نرجس خلاص راحت عند ربنا اللي بتدوب عنده الفروق. الفروق اللي انتوا واللي زيكوا واللي قبلكوا واللي قبل قبلكوا بتعملوها. المشكله في اللي بيغيروا اصل الدين مش اللي بيغيروا اسمه. المشكله في اللي عايزين يخلوا عنوان الدين التعصب والقسوه والكراهيه. دول اللي لازم تواجهوهم. دوله بتواجههم بايد من حديد. ما ديك شايف الشهداء كل يوم. دم الشهداء والحاجه الوحيده الشريفه وطاره في المعركه دي. الارهابيين اللي بتحاربوهم مش هما بس اللي بيغيروا اصل الدين يا بيه، لا ده كل اللي حرجوا وكسروا مقرات شركات لمجرد انهم سمعوا ان بطل على ربنا من شباك تاني دول ارهابيين. وكل اللي خطبوا في الجوامع وشاركوا في التحريض حتى لو بكلمه دول ارهابيين. وكل اللي ضللوا الناس وحطوا فلوسهم افكار كانها من عند ربنا دول كمان ارهابيين. لو الكل اتحاسبوا مش على طريقه الطبطبه والجلسات العرفيه وبوص الراس محدش هيرجو يعمل كده تاني. وعمرنا ما هنشوف حد بيحرق بيت حد عشان هلاله غير صليبه، ولا حد بيهجر حد عشان أدانه غير ترانيمه، ولا حد بيقتل حد عشان إمامه غير أميره، ولا حد بيسحل حد عشان مذهبه مختلف. في مواقمات سياسية يا أدهم بيه، ساعات لو طبقنا القانون الدنيا بتولع. طول ما العدل ما بيتطبقش على الكل الدنيا هتولع في يوم ومش هتعرفوا تطفوها. انت الدين اللي بتولع في الدنيا وانت اول واحد هيتحرك فيها. انت بتهددني يا جماعه؟ مش كده، ده مش اسلوب تفاهم. بص يا وطن يا ابني، ارجع لحضن الدولة عشان نقدر نساعدك. أنا ما خافش غير من حضن الدولة دي، بيبقى دافي كده وحنون. في أخبار مش لطيفة عن جريمة قتل والشباب كلها بتحوم حواليك. أحسن لك تبقى معاهم. ارجع واسمع الكلام وشوف مصلحتك عشان نقدر نساعدك في كل حاجة. أنا من هنا ورايح ما أسمعش غير حاجة واحدة بس. صوت ده. واللي هيجي على راسي هعمله. أنا مش عايزك توصلني لطريق مسدود. مش مهم. أنا سايب قانون كارما يحكم وأنا راضي بحكمه. كارما؟ ما تشغلش بالك أنت بكارما وقانونها. انتوا لكم قانون تاني خالص. قوانين الاديان كلها واحده، ده صحيح، مفيش دين هيدعو للشر. بس يا ابني لو تقول لي قالوا لك ايه وفهموك ايه انا هصحح لك المفاهيم. محدش قال لي حاجه يا ابونا، بجيتك ما كانش ليها عزه يا خال. انت بتطردني تاني مره يا راجل. انا قلت ايه يعني؟ ده انا بقول لك شرف. اقول لك يا سليم باشا ما تخافش على دين المصريين، انت محدش عارف يغيره ابدا. يتفرم